سلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم معايا. اليوم درت لكم وصفه تاع لكم وصفتين تاع كراميل بورسالي، واحده عاديه وواحده اقتصاديه، باش هكا كامل تقدروا ديروها. ما اللي ما يكونش عندك ولا تقدري ديريها، تجي بزاف بنينه. نروحوا نشوفوا المقادير وطريقه التحضير مع بعض. عندي هنايا لاكريم ليكيد، درت لكم بالكاس وبالغرام، كاس ناقص شويه كريم ليكيد اللي هي 200 مليلتر ولا 200 غرام تاع كريم ليكيد، نقص من بعض أصبع هكاك واحد 5 مليمتر، وكاس سكر اللي هي 160 غرام تاع سكر ناقص أصبع، يعني كاس ناقص أصبع هي 160 غرام. وعندي هنا 80 غرام تاع زبدة مولحة، ولا ما كانتش تضيفوا لها الملح، والباكي فيه 200 غرام، يعني قسموا على زوج وديروا حساباتكم باش تطيحوا في 80 غرام اللي ما عندهاش الميزان بيان سور. هذه الوصفة ما يخص الوصفة الأولى. نروحوا دوك الوصفة الاقتصادية، واش فيها؟ فيها السكر تاني 160 غرام تاع السكر كاس ناقص أصبع، وكاس تاع حليب اللي هي 200 تانيك مليليتر ولا 200 غرام تاع حليب كاس ناقص تانيك شويه، و 60 غرام تاع مارغرين. درنا هنا 60 باسكو زبده مارغرين فيها الماء على الزبده والملح بيان سور. درت هنا الزبده هذه هي الراعي، والمارغرين درت هذه هي بونجور. هذه هي. نروحو هنايا، درت المقله تاعي فوق النار حتى سخنت، تحسي هذيك لافابوغ طلع في يدك تسخن باش دير السكر ديالك، تسخن مليح المقله. المقله هذه ثقيله على بها درت فيها، ولا ديروا كسرونه ثقيله ولا طماطم. دير القرصه تاع الملح، تقدروا ديروها في الاول مع السكر عادي. شوفوا السكر هنا بعد ما خليته ما مسيتوش كامل حتى دابا وصل لهاد هنا يعني المرحله، رحت حركته هنايا هكا بماغينس ولا سباتول ولا باش هكا تقدروا تحركوه. شوفوا كيفاش يولي حتى يلحق هنا، نحركوه حتى يوصل لي هكا يولي شغل ترونسبارون كاع هذاك السكر يذوب. نروح هنا ندير هذيك الزبده لي خليناها زبده حره، قلت لكم مملحه، ولا ما كانتش المملحه زيدوا لها الملح. انا زدت هنايا ان بانسيت دو سال، يعني قرصه ملح، ديروها مع السكر ولا هنايا كيما حبيتوا. شوفوا كيفاش يعني قعدت نحرك هكا في هذيك الزبده والسكر غابيدمون حتى دوبلي كاع هذيك الزبده مع السكر، يعني ما تحبسوش نتوما تحركوا. شوفوا كيفاش ذابت كامل هذيك الزبده والسكر. هنا نروحو نديرو لاكريم ليكيد، انا كنت دفيتها شويه في ميكرووند، ولا تجبدوها يعني من الفريجيدار، ما تخلوهاش من الفريجيدار قباله هنايا راح تشوكي، وهذاك السكر تخلوها تاخذ درجه حراره المطبخ ومن بعد ديروها يعني كما حبيتو. وهنا تاني كنقعد نحرك غابيدمون، انا هنا حركت لك واحد زوج دقائق ولا على نار قليله بيان سور، قعدت نحرك فيها وانتم تحكموا في القوام. حبيتوها عقده بزاف، حبيتوها تقعد لكم ليجي، وبيان سور كي تزيد تخليها حد زيد تقال تحكم روحها ما حاش تقعد تبان لكم. هنا مازال ماهيش ثقيله، مي كي تبرد راح تشد روحها. وهنا السكر ما يبش باسكو الزبده هي راح تخليه ما يبش. شوفوا هنا كيفاش ولا القوام تاعها، قعدت هكا نحرك فيها. شوفوا كيفاش هنا راهي تقالت، راهي بيان عقدت. نقعد نحرك باش ما دير داك ما ديرناش دوك لي كريمو، ولا نحركها مليح. ها كانت فاري الفلاش، كنت نسينا رجلي في التليفون تاع المسخن، طلعت السخانه ما قدرتو في السيبور. شوفوا هنا كيفاش راه القوام تاعها، هنا راهي مليحه، يعني راه القوام تاعها مليح. انا حبيتها عقده شويه، طولت شويه فيها حتى 3 مينوت هكذاك وانا نحرك. دوك هنا راح نفرخها في البول ونروحوا للوصفه الثانيه. هنا كيف كيف خليت المقله تاعي سخنت حتى بدات تطلع لي لافابور، ورحت درت هذاك السكر ديالي تاع 160 غرام تاع السكر اللي هو كاس ناقص اصبع، درتها لكم بالغرام، حاولت نديرها لكم بالمقا هكا بالكيله باش كامل يعني تقدروا ديروها. درت هذيك البانسيت سال باسكو المارغرين يعني ما فيهاش عاديه باش تجينا كراميل بغس عليه. وهنا حركت هذاك السكر بدا يذوب، باسكو كان نقعد نسمح حتى يذوب كامل راح يجيني بزاف احمر. نحركو هكذا غير بالعقل، ومن بعد نشوفو قعد تاني نحرك فيه حتى انا زاد داب شويه، يعني السكر مازال باين باللي ما دابش مليح. وهنا بدا يذوب معايا حتى لازم يولي لي كيما هنايا. تشوفو كيفاش كامل داب معاك، تشوفو حتى قطرات يعني قطرات تاع سكر والو. شوفو كيفاش داب ولا هاي الكيل عسيله. نروحو نديرو هذيك المارغرين، 60 غرام تاع مارغرين ماشي 80 غرام على خاطر المارغرين فيها الماء ماشي كيما الزبده. ونقعد نحرك هنايا، نحرك هنا هكذا غابيدمون سكر والمارغرين هذيك حتى تذوب كامل هذيك المارغرين.
ودك راح الحليب ديالي هنا دي خود وحضركم غير بالعقل فرغوه، باسكو كان تفرغوه هكا يعني يقترح عليكم راح يحرقكم، باسكو سخونه واعره بزاف ديال الكراميل باش تحطوا تخدموها. وشوفوا هنا كيفاش راح تجاري. المهم هنا الحليب دفيته شويه انا في ميكرووند وفرغته، قلت لكم باش ما تشوكناش. هنا تقدروا تستعملوا ثاني لا كريم ليكيد اذا حبيتوا، مارغرين مع لا كريم ليكيد باش تجيكم يعني تقدروا تستعملوها. من هنا درت الحليب يعني اللي دي فوا ما يكونش عندنا في الدار ولا واحد كامل دي فوا نطيحو اون بان، تما دي الحليب وشنو شوفوا كيفاش جا راه بزاف جاري خفيف. هنا بدا يعقد معايا، ما تخافيهاش كي تجيك جاريه بزاف. شنو تاخذ لك شويه الوقت واحد الخمس دقائق ولا ربع دقائق تقعدي تحركي. انا في الاول زدت شويه النار هكاك تحت المتوسط ومن بعد عاود نقصت لها. هنا شوفوا كيفاش بدات تخضر معايا، هاي اللي هنا تقالت كامل قعدت نحرك فيها. تقدروا تستعملوا الفوي بيان سور هنايا اذا حبيتوا. انا برك كملت بهذا بس كل مقله كبيره وعريضه ما حبيتش ندير الفوي، كملت حركتها كبيتي. ودوك هنا شوفوا بعد ما طفيت عليها فرغتها في البول، هاي ليك شوفوا هنا مازال ما بردتش. وهنا هاي ليك هذيك الكامل الاولى هذه اللي بالزبده كنت خدمتها قبل الفطور، هاي ليك يعني بردت خليتها بردت مليح حوالي 6 سوايع هكاك. والدوزيام خدمتها معاكم والفطور يعني ما عندهاش بزاف من اللي خدمتها، مازال ما بردتش مليح ما عقدتش مليح. شوفوا شحال بدات هايله وكنت تشوفوا البنات تاعها ولا اروع. وهذه هاي ليك اللي درناها بالحليب والمارغرين. هنا تاني مازال ما يعني قد ما تريح قد ما راح تعقد معنا اكثر واكثر. قلت لكم انتم تحكموا في القوام تاعها كيما حبيتوا، راك تحبوها تجيكم هكا شويه خفيفه وتحبوها ثقيله. هاد الوصفه نستعملوها في الحلويات تاعنا، في ديروها فاغسيل داخل ولا في لي كيك ديزاين، تستعملوها في شحال من حاجه. هذه اللي كنت خدمتها ديجا من قبل، هذه درتها بالزبده تاعني ولا كريم ليكيد لون تاعها بزاف شباب. هنا كانت في يعني في الثلاجه جبتها بزاف بنينه وهايله، ذوق تاعها رائع بزاف. ان شاء الله نكون فدتكم وعجبتكم الوصفه تاع اليوم. هذا هي الكراميل تاعنا، ما تنساوش ديروا لي جام، دعموني بجام وبارطاج. واللي شاف لا فيديو لا بروميير فوا نقولوا ابوني واكتيفي لا كلوش هكا باش يلحقكم كامل اللي نديرو. ودك ما بقى لي غير نقول لكم بقاو على خير، تهلاو في روحكم، مع السلامه.